عسلام. اهلا بيك عسلام. لاباس؟ لاباس الحمد لله. قدم لنا روحك. علي سعد، اصيل ولايه قفصه، مقيم بايطاليا. بايطاليا؟ اي نعم. جيت في زياره لتونس؟ اي نعم، جيت في زياره لتونس لمده شهر. قداش عندك عايش في ايطاليا؟ من عام 1989. تحب نحكيو شويه على التجربه نتاع الغربه؟ مرحبا، فما حتى مشكل. قل لي وقتاش مشيت لايطاليا وشنو هو السبب اللي خليك تمشي لايطاليا؟ اول خرجت في ايطاليا عام 1985. وفي 90 تحصلت على الاقامه. الشيء اللي خلاني نعيش غادي من جميع ما بكل الوسائل، شيء بعيد على بعضه. راحت اول حاجه كي تعود تمشي حتى في الشارع غادي تحس بالعداله، تحس في راحه النفس. خروجك من تونس كان سهل ولا صعيب كما توا؟ لا كان سهل الحمد لله، خروج سهل ما في حتى شيء صعيب. امور قلنا كيفاش كان قبل؟ قبل كان اول حاجه حتى الثمن كانت 20 دينار و30 دينار تركب. لا كانت موجود. كانت 30 دينار عندها قيمتها ولا؟ عندها قيمتها، لا فما لا فيزا لا فما لا حتى شيء، امور كانت سهله طبعا، ما فهمش حتى صعوبات في الخروج قبل. ما نلاحظوش توا اللي انا صعبة الدنيا، فهمتي ولا لا؟ وصعبة بلادنا هي صعبة، هي خلت العباد تهاجر، فهمتي ولا لا؟ قلت شيء صعبة ليش وكل ما وكل ما فماش خروج عباد ياسر ريت سهال، اما العباد الكل حابة تهاجر، فهمتي ولا لا؟ هذاك شو الشيء اللي صعبها. وانا والله نقول حاجة على جال الغربة ولا جال هل بالله نحب نشوف حاجة، علاش ما تحلش الفيزا؟ تربح اقتصاد البلاد واقتصاد الدولة واقتصاد الناس الكل. يا خويا حاجك فيزا اعطيه فيزا خليه يخرج، اعطيه فيزا تربح الدولة ويربح الاقتصاد نتاع البلاد يمشي وكل شيء ويمشي مورا منظمة. كان وطار حظ خليه يبقى موتاش حظ يرجع. علاش احنا نعمل علاش هكا نزيروا على العباد وتكبس العباد؟ لان تونس يلزمها تعمل مطالب، يلزم تعمل جهوداتها باش تحل الفيزا. يعني تونس هي علاش علاش نفقدوا في اولادنا؟ علاش نفقدوا في اخواننا كلها؟ فهمت ولا لا؟ علاش نبقوا ناس كثر التحيل كثر كل شيء ما يتعاملوا كثر كل شيء؟ علاش تو الدوله ما تنجمش تعمل قانون فهمت ولا لا وتطالب بحلال تعمل الفيزا باش تخرج العباد بامور قانونيه؟ لان هذه حاجه ما تفرحش بنت عمي. وشو اللي يشجع على الغرب يشجع على الهجره؟ هي ايطاليا قاعده تشجع. علاش قاعده تشجع؟ ما قاعده تقبل في العباد. انا تو كي نكلم خويا يقول لي راني وصلت ولا لاباس عليه حتى نجيب شرطه نتيح الموت وسببها هي ايطاليا. نقول لك صراحه يعني ما هوش قانون صار يلزمها تنظم الامور فيها باس. تو الناس كنت تحب تهاجر، الناس كنت كان كي يمشي خويا ويرق الامور حتى نحب ناخذ وراه نقمر بحياتي خل الموت خير. عام 85 كان الوضع البلاد باهي، فما خدم في تونس كمان. انت علاش خرجت لايطاليا باش تخدم؟ 85 فما خدم هي خير من توا. لا فما خير انا ما خلطتش على الوقت هذاك. ما فماش حقوق، انا خدمت في شركات ونعطيهم لك الشركات الكل، والله لقيت نهار مصبوب عندي في الضمان الاجتماعي. خدمت في شركه ستام، خدمت في تي جي ام تاع مغيث في سوسه نقولها لك من تو، خدمت حكيت 10 سنوات ما لقيتش نهار مصبوب في الضمان الاجتماعي، كيفاش تقولي لي فما خدم؟ ما فما حتى شيء، مهمشين احنا من قبل. كي نقولوا فما خدم في الوقت هذاك نقصد خير من توا برشا. حتى فما خدم ما فماش حقوق، تضرب تصبح مريض ما فماش حقوق، هذا كله ما فما حتى شيء، تهميش هذا، ما فما حتى شيء، كيفاش؟ تصبح مريض ما تاخذش في نهارك، تضرب تموت ما تاخذش حقك، التهميش موجود، تخلقنا فيه، وما شيت نحى خلاص، وهذيك باش تبقى إلى يومنا يبعثون، نقول هيك حاجة احنا. ممكن تجي خرجت حبيت تخدم؟ أنا حبيت نخدم، حبيت نحسن وضعيتي. فهمت ولا لا؟ حبيت نكون على روحي وحاجه اخرى ونحب نعيش الديمقراطيه. وصلت للي حبيت عليه ولا؟ نعم حققت اللي حبيت عليه. ولك الحمد ما ظلمونيش، ما تظلمتش في بلاد بلاد المسيح، ما تظلمتش في بلادنا تظلمت. بصراحه نقولها لك انا بصراحه لقيت حقوقي والحمد لله ولك الحمد يا رب، ولقيت راحه البال. ولك الحمد. زواجت غادي ولا؟ لا ما بالنسبه زواج يا ليت. يا ليت راني تزوجت غادي. تزوجت في تونس. تزوجت في تونس وهاني يمكن تنعاود حظي في غادي مره ما كتبش المكتوب في تونس بالمكتوب لك. معناها ما دامش يلتشيف والله ما دامش سيلش مكتوب ربما نكون حتى انا وسيله منها راني مانيش نعطيش لك الا للطرف الاخر مكتوب تحمل مسؤوليه نجم تكونوا ما تفهمتوش هذيك حاجه عاديه حتى انا ربما نكون سبب انا مش سبب حتى على حتى نكون سبب فيها كي قطعت العلاقه راه الواحد ما يحطش روحه ديما راه هو الصحيح نقول لك الصراحه
كل طرف فيكم عنده السبب نتاعو. ايه هي عندها طرف وانا عندي طرف، وهي ربما حتى هي عندها الحق، لان انا ما هزيتهاش معايا، خليتها في تونس. انت علاش ما هزيتهاش؟ لا غالة ما مكتبش المكتوب باش الناس. تفضلي. هكا دونك باش تعاود حياتك مع اجنبيه كاين هكا. ان شاء الله هكا نقول لك، وتنعمل مستحيل باش نعاود مع اجنبيه. زعما ما عرفتش حتى اجنبيه؟ لا ما عادش فما ثقه في تونس، نقول لك صراحه، من مش كل بنويه الناس، فما بنويه عائله، فما بنويه اصل، اما صعيب ياسر بدا يتعامل. ما فهم شيء يشجع باش نعرف. ما هو ما ممكن ما جاوش قدامك. لا صعب ياسر، شوي 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 كعبات هكا. انت نجيب امراه نقول لها نحي التليفون ونحي المسنجر، تحب تعيش معايا. انت علاش تنحي لها في الفيسبوك والتليفون؟ سبب الخلاف في تونس، هذاك سبب المشاكل في تونس، وهذاك اللي كثر الطلاق في تونس، وهذاك اللي خلى ما عادش فما ثقه في تونس، هو هكا الحاجات هذيك، لان هذيك الحاجه هذيك تخلي الانسان على حقيقته، وتخلي الانسان على واقعيته، اذا كان منها ولا منها، نقول هالكلام بصراحه، هذاك انا انسان ما عادش عندي ثقة في البنات في تونس. عرفت بلا ما زلنا. لا عرفت امرأة أجنبية ولا؟ عرفت. أي واني معاها تو الحمد لله. شنو الفرق اللي بين التونسية والأجنبية؟ ياسر. لا في كل شيء. في الثقة، في كل شيء، في كل شيء. شيء بعيد على بعضه. ما نكذبش عليك. ممكن شيء. هنا في تونس حاجة أخرى. شبيها المرأة التونسية؟ المرأة التونسية تحب على كيفها، تحب اللباس عليه. فهمتي ولا لا؟ أو تحوس على مزيان وتلوج على كذا، كان هما في الغادي يحبوا على الرجولة برا، يحبوا على المواقف، هنا هما ما يحبوش على المواقف، البنات في تونس ما يحبوش الرجل، تحبي صراحة ما يحبوش الرجل، يحبوا كلاتين بالكف، هذاك اللي يحبوه واللي يتحايل عليهم، هذاك اللي يحبوه، أما باش يحبوا الرجل هذا الحين بالك، ما فماش في تونس، فماش مرأة في تونس تحب الرجل، فماش منها خلاص هذا، هذه يحطوها من بالك، يحبوا كل هك ما يحبوش، أنا خليه حكاية المرأة على جنب توا. قلت لي عام 85 كنت تخدم ما تاخذش حقوقك، بالنسبة للوضع هذا توا اللي احنا فيه في تونس كيفاش تقيمه؟ ما تغير حتى شيء، قاعد هي العملية. أكيد تغيرت. حاجات ما عندها معنى، زادت الحقوق مهضومة، ما زادت كل شيء، ما زادت مهمشة، ما فهمش حتى شيء، ما تغير حتى شيء. والله ما تغير شيء يا بنت عمي، قاعدة هي العملية، فهمت ولا لا؟ نخدم هي قاعدة. قاعد مهمش الخدام، قاعد مهمش، قاعد ما مش لاقي حقوقه، شيء صعيب على بعض، ما تبدل حتى شيء وما تغير حتى شيء، احنا ما نقارنوش رواحنا باوروبا، نقارنوا بروحنا بدول مهمشه، ما نقارنوش رواحنا، بعاد علينا هذوك. نقول لك صراحه، ذاك المواطن عنده حريته، ومواطن عنده وعطينا حقه، احنا لهنا ما نكذبش عليك، ماناش محاسبين خلاص، انت تشوفي توا الحمد لله احنا لهنا في تونس ماناش احنا نكسروا في بعضنا. نخرج لبرا باش نحو الخبز للمواطن التونسي، شفتي انت في المغرب على وليد اش عملوا، شفتي وليد اش عملوا، احنا رجالنا اللي عندنا فيهم ثقه يخرجوا لبرا باش ينقصوا علينا احنا الخبز، يخلطوا علينا احنا باش ما نعيشوش في البلاد، شيء بعيد على بعضه. بما انك عايش في ايطاليا، شبابنا اللي حرق ايطاليا كيفاش عايش توا؟ والله عايش بالامل بنت عمي وربي معاه. وضعيته كيفاش؟ لا وضعيته لاباس ديما الحمد لله، علاش البلاد حنان غاديك، والله يعاونوا فيهم ونطلع لهم بعين ويمدوا لهم وكل شيء. ويعاونوا ويحبوا القليل ويحبوا الزوالي وشو قدرة ربي تلقوا حظوظهم هذوك وانا نقول لك عايش كاتك صح.